عندي بس حاجة في السريع كده كنت عايز أقولها. ف كان كلبي هوهو في البيت، فقلت لا مش عايز أقولها من البيت دلوقتي يا جماعة. بخصوص موضوع سفير الإمارات، أوكي خلينا ورا الناريتيف. يعني احنا طبعا ما نعرفش ايه اللي حصل، ما نعرفش ايه الحكاية، ما نعرفش الراجل ده خرج ولا ما خرجش، ولا دي خطة إشغال رأي عام وإلهاء والكلام ده، دي حاجة بقول لكم عليها مرة تانية، ولا هو فعلا عمل كده. بس خلينا نعتبر ان فعلا for some reason سفير الامارات خرج برا مصر، تمام. اي حاجه ليها علاقه بالاسعار في الامارات ده اسمه تهريج، ما يتسماش الا كده، انا اسف معلش انفعلي فعلا اصل ما ينفعش يا جماعه. ساعه لما الثوره قامت الكلام ده انا قلته من 11 سنه، ولو دورت وراها هتلاقيها، مش هقدر ادور في الفيديوهات القديمه. ساعة لما احداث الثورة قامت والمجلس العسكري افتكر ان انتوا للأسف فقتوا، ها، وكان خايف بجد وكان فاكر فعلا ان الدولة بتقع منه بجد وحضروا لهروبهم، عملوا ايه الكلام ده؟ كان ايام احمد شفيق كان رئيس وزارة. شوفوا بقى الكلام اهو بالتوقيتات، انا مش فاكر بالظبط التاريخ، بس كل اللي فاكره ان في الوقت ده الفترة سيادة الفريق احمد شفيق كان سيادة الفريق احمد شفيق كان ماسك رئيس الوزراء لما كله سماه البلوفر، تمام. طلعت مركبتين من مصر لما كان الرم مميش رئيس القوات القائد القوات البحريه، ها، طلعت مركبتين من مصر محملين اثار، وقلت ساعتها على احدى دول الخليج، يعني في الوقت ده انا قلت كده، تمام. وبعد كده قلت ان حصل ان في حاجات طلعت على السعودية، حاجات طلعت على الإمارات، تمام. الحاجات اللي طلعت على الإمارات حصل إيه بقى فيها لو ما كانوا بيأمنوا فيها نفسهم؟ أصل على الموضوع ده يعني ما تاخدوش الموضوع بشكل شخصي، خدوه بشكل عام. ليه بقى؟ لأن هي نفس القطع دي هي القطع اللي طلعت مرة واحدة في متحف اللوفر الإماراتي، وكل الناس قعدت تقول هي الاثار دي جت منين؟ هي الاثار دي خرجت امتى؟ يمكن لما النور قطع يا جماعه. ده والله العظيم النور قطع بوجودكم. فكل الناس قالت لك ايه ده؟ هو احنا دلوقتي هي الاثار دي جت منين ولا ايه الحكايه؟ ومحدش كان فاهم ايه الحكايه. طيب دلوقتي اي كلام عن ان السفير بتاع الامارات يكون فعلا طرد من مصر بسبب حاجه ليها علاقه بالاثار، الحاجه الوحيده اللي كانت اتعملت انا بقولها لكم اهو من دلوقتي، شتمت السيسي لام بي اس لما قال عليه عيل والموضوع ده اتفضح وخرج ومش عارف ايه وبتاع، فكان لازم رد. طبعا انتوا عارفين يعني عبده بصرم ما بيستحملش الحاجات دي، برغم ان هو يعني كان واخد ان هو مداس للناس اللي هناك، بس يظهر ان ايه الرز شح حبتين اليومين دول ومحدش معبره، فابتدى يعني قال يعني بقى ايه بيرد. لهبل. يلا انا قلت اقول لكم بس الفكره علشان نخلينا اون تراك. موضوع بقى خطه اشغال الراي العام والموضوع بيتبصروا ازاي من ناحيه الاستراتيجيه، ازاي الدوله بتنظم الكلام ده، حابب اقول لكم عليه في حاجة تانية. يلا.